السلام عليكم. اليوم بوريكم سبب تفاعل الأسيد مع السكر أو حمض الكبريتيك. تفاعل السكر مع حمض الكبريتيك مركز يتكون السكر من الكربون والهيدروجين والأكسجين، وعند تفاعله مع حمض الكبريتيك المركز يمتص منها الماء ويتبقى الكربون فقط، هو مادة سوداء وبعيدة. تفاعل السكر مع حمض الكبريتيك المركز يتكون السكر من الكربون والهيدروجين والأكسجين، وعند تفاعل حمض الكبريتيك المركز يمتص منه الماء ويتبقى الكربون فقط، وهو مادة سوداء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.